السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن الإضراب والعصيان المدني الذي يطبقه الكثير من المتظاهرين ومن الناشطين، من الطلبة، من الأساتذة الجامعيين وكذلك المعلمين في العراق، تضامنا ودعما ومساندة لثورة تشرين وللمتظاهرين فيها، وكذلك لإيصال رسالة واضحة أن هذه السلطة يجب أن تسقط وترحل بكل الوسائل السلمية المتاحة. طبعا نبدأ من شمال شرق بغداد، منطقة الحسينية تحديدا. الإضراب عن الدوام من قبل طلبة المدارس في منطقة الحسينية، طبعا خرجوا بتظاهرة مؤيدة لثورة تشرين ومطالبها بإسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة. فلنشاهد. مشاهدينا، نتابع أيضا الطلبة الجامعيون بشكل عام في محافظة القادسية، ويواصلون تظاهراتهم طبعا وإضرابهم عن الدوام لحين تحقيق مطالب الشعب، فيما أغلقت الدوائر الحكومية أو أغلقت أبوابها تنفيذا لدعوات الاستمرار بالتظاهر وكذلك الإضراب عن العمل. فلنشاهد. من التساوات الديوانية وعلى مدى 65 يوما مستمرون، والله لن نخضع، والنعم والنعم منكم يا شباب. من الاعتصامات الديوانية وعلى مدى 65 يوما مستمرون، والله لن نخضع. طبعا ننتقل من القادسية إلى النجف، حيث أقدم عدد كبير من المحاضرين والتدريسيين على قطع الطريق بين النجف والقادسية تأييدا لثورة تشرين ومطالبها المشروعة بإسقاط سلطة الأحزاب الفاسدة ورحيل هذا النظام بشكل عام. فلنشاهد. طبعا ايضا ننتقل الى ذي قار، ويواصل المتظاهرون في المحافظة غلق جسور وسط النصرية استجابة لدعوات الإضراب العام حتى تحقيق المطالب واولها اسقاط النظام. فلنشاهد. طبعا هذا المقطع أيضا تضمن كما شاهدتم لافتات رفعت ترفض شخصيات تعتقد أنها يمكن أن تتسلم منصب رئاسة الوزراء، مرفوضون من الشعب، مرفوضون من المتظاهرين. شاهدتم هذه الشخصيات التي حملت صورها في اللافتات، وهم مرفوضون من قبل المجتمع ومن قبل المتظاهرين. أيضا ننتقل إلى البصرة، حيث يواصل الطلبة في محافظة البصرة اعتصامهم وإضرابهم عن الدوام في المدارس حتى إسقاط النظام. فلنشاهد. أسبوعين
نبدأ مع أول اتصال لدينا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ تحية لك وتحية للشعب العراقي وتحية كادر الغناء والغناء. حياك الله. تحية للشعب الثائر ضد هذه الجمرة المجرمة، فنحييهم وإن شاء الله النصر قريب. نعم. وهذا مجرمين قتلوا الرجال والنساء. فالشعب العراقي شعب صامل على اسقاطهم، لا محال من سقوطهم ومحاكمتهم ان شاء الله عن قريب، وتحية للشعب الثائر. شكرا لك يا ابو فيصل، كنت معنا من السعوديه. طبعا لدينا رسائل ترد الان، نود كذلك ان نواكب قراءتها، عفوا قراءتها سريعا. يقول سيد سعدون هادي من ذي قار قضاء الفهود، تحيه لقناه الثوار، يقتلون ويخطفون ويحاربون ويطعنون باعراضنا، ذنبنا الوحيد هو نريد دولة مدنية تحترم الجميع بعيدا عن الطائفية والعنصرية والقومية. الوطنية ليست لفظا ولا أخلاقا أو اتفاق، الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار. رسالة أخرى تقول من أحد المشاركين، طبعا أرسل لنا مقطع مصور ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حقيقة لا يمكن أن نقوم بتشغيل هذه المقاطع التي تأتينا، لكن لدينا قسم إن شاء الله لفحصها. يقول هذا حال العراق. أوكي. رسالة تقول تحية طيبة لصوت الثورة الحر. أما بعد، يوم أمس عاد ذيل إيران المميز مقتدى من إيران، ربما اكتملت تعليمات سليماني الخاصة بتخريب الثورة، احذروه واحذروا من القبعات الزرقاء، فهم خبرة في ركوب الموجات واستعطاف الناس. تحياتي أخوكم الثائر معلق عابر دلي من ذي قار قضاء الفهود. شكرا لك. لدينا رسالة أخرى من السيد أبو حاتم من الموصل، تقول السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك يا أستاذ محمد ولكل كادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. يقول ما بني على باطل فهو باطل، الاحتلال الأمريكي والإيراني والصهيوني وجلوزتهم في الخضراء باطل بأمر الشعب العراقي والثوار، وثورتهم المجيدة هي شرعية العراق وشعبه الأبي، وعلى الثوار حسم موقف التظاهر والثورة بتشكيل الحكومة، والله ناصر العراق والشعب، والسلام عليكم. طبعا مشاهدينا الكرام، يأتي هذا العصيان والإضراب العام تزامنا مع الدعوات لمليونية يوم غد الجمعة، دعوة من اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين. هذه الدعوات من خلالها يريد المتظاهرون أن يوصلوا رسالة قوية إلى هذه السلطة الحاكمة في الخضراء، وكذلك إلى المجتمع الدولي، أن هذا الشعب عازم على قراره وعلى رأيه بإسقاط النظام ورحيل هذه الرموز الفاسدة التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي والتي رعتها إيران في العراق. يجب أن ترحل هذه الشخصيات، لكن تحاسب قبل أن ترحل، وكذلك يجب أن يتم اختيار الشخص الذي سيقود العراق من المتظاهرين، من العراقيين الوطنيين المستقلين عن هذه الأحزاب التي لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين بأي شكل من الأشكال. هذا هو الشعار ومطلب المتظاهرين. طبعا تريدنا الآن رسائل، هناك تحايا ترسل حقيقة وسلام، شكرا لجميع المشاركين الكرام. لدينا أيضا مقطع الآن نود أن نشاهده مع حضراتكم في محافظة كربلاء. أيضا أكد طلبة المدارس في المحافظة استمرارهم بالعصيان المدني حتى إسقاط النظام، فلنشاهد. مشاهدينا طبعا كما تتابعون هذه اللقطات إضراب عام، يتساءل البعض ويقول ما الهدف من تعطيل العمل وعدم الذهاب إلى المدارس، وكما تروج حنان الفتلاوي أو ربما أي شخصية موجودة في السلطة أن هذه الأمور تضر بالطلبة العراقيين.
السؤال هو ما الذي جناه الطالب العراقي، ما الذي جناه طالب الجامعة أو طالب المدرسة الإعدادية المتوسطة الابتدائية من حضوره للدوام في ظل الفساد الموجود في منظومة التعليم، في ظل وجود هذا الفساد، في ظل وجود هذه السلطة التي لم توفر فرصة عمل تليق بالخريج العراقي، بالطالب المجتهد الذي قضى وقتا طويلا وهو يتعلم في سبيل الحصول على وظيفة في بلده الغني؟ ما الذي قدمته هذه الحكومات إلى قطاع التعليم في العراق؟ ألم يخرج العراق من تصنيف جودة التعليم في مؤتمر دافوس الذي يقيم جودة التعليم؟ خرج العراق من التصنيف، لم يدخل حتى ليكون متدنيا، بل خرج من تصنيف جودة التعليم، لم يكن مؤهلا ليدخل في هذا التصنيف. أليس هذا ظلم للطالب؟ أليس هذا ظلم للعائلة العراقية التي تتعب وتكد من أجل أن يخرج الولد متعلما أو تخرج البنت متعلمة في بلد من أغنى البلدان، من حق أبنائها أن يتمتعوا بثرواتها ويعملوا فيها؟ لماذا نرى هذا الجيش من العاطلين عن العمل؟ ما الذي قدمته هذه الحكومة للطلبة الذين يتخرجون؟ ألم تقم برمي ملفاتهم في سلات المهملات؟ ألم يقوموا بحرق ملفات الطلبة المتقدمين على الوظائف؟ ألم يكتووا من الوعود الحكومية التي أعطيت لهم عشرات بل مئات المرات بالحصول على وظيفة، ولكنهم في النهاية يصطدموا بالمحسوبية ويصطدموا بابن المسؤول ويصطدموا بصاحب الرشوة الذي استطاع أن يدفع في سبيل الحصول على الوظيفة؟ الآن الرأي بالنسبة للطالب العراقي يرى بأنه يناصر الثورة ويناصر المظاهرات ويستمر في عصيانه وإضرابه عن الدوام في سبيل أن يطهر هذا البلد من هذا الفساد وتعود منظومة التعليم العراقية إلى سابق عهدها بالجودة والأداء. الآن الكفاءات العراقية هربت إلى الخارج بحثا عن فرصة أفضل لإكمال مشوارها العلمي، مشوارها الثقافي بالنسبة للقطاعات أو التخصصات العلمية أو الأدبية. ذهبوا في بلدان تقدر وتحترم المتعلم والمثقف. يخرج الآن الطالب العراقي ليعيد العراق إلى الطريق الصحيح في القطاع العلمي، القطاع المهم في هذا البلد الذي يبنى على أساسه تبنى دول وعلى أساسه يستمر البلد في الإنتاج والتقدم. من معنا الآن؟ السيد أبو الحسن من بغداد. أبو الحسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بناتكم التي تنقل الحقائق. حياك الله. أهلا وسهلا. طبعا التظاهرات الآن نتيجتها الثورة، بعد التظاهرات أصبحت ثورة، لأنه الآن المتظاهرين ومن ضمنهم الطلاب الجامعات والطلاب الإعداديات والمتوسطة يريدون تغيير تام للعملية السياسية من 2003 ولحد الآن. نعم. وخرجوا لتغيير النظام بأكمله، لأنه الطلاب الجامعيين وكل الطلبة ما أجنوا شيء من خلال تخرجهم من هذه الحكومة بعد الاحتلال. نعم. الآن الطالب عندما يتخرج من الكلية أو من الدراسات العليا ماكو تعيينات، فمن حق أن الطالب يعتصم ومن حق أن يعطي الدولة لأنه ماكو تعيينات، وبالتالي تعيينات حسب المنسوبية وحسب الرشاوي والوساطات. نعم. أيضا الطلاب شاركوا ثورة تشرين العظيمة اللي هدت عروش الفساد في العراق ورؤساء النظام. نعم. فأيضا احنا من خلال قناتكم ندعم هذه الثورة لتكون ثورة شاملة بتغيير النظام الفاسد في العراق. نعم. وكل السياسيين والكتل اللي سرقت أموال العراق وسرقت أبناء الشعب العراقي وبالتالي قتلت عدد كبير من شباب العراق نتيجة مطالبتهم بحقوقهم في التعيينات وتغيير هذا النظام. ما رأيك بشكل عام أبو الحسن، ما رأيك بشكل عام بالعصيان؟ نعم. ما رأيك بشكل عام في موضوع العصيان المدني والإضراب عن العمل أو عن الدوام في المدارس والجامعات؟ أنا أقول رأيي بالعصيان المدني والإضراب عن الجامعات هو عملية إسقاط النظام، وأنا أرجو من كل الإخوان في الجامعات والكليات والإعداديات ودوائر الدولة أنه تعصي هذا النظام الفاسد حتى يتم التغيير. لأنه هذا العصيان
راح يشيل عمليات عمل الدولة كلها، وبالتالي المنظمات الدولية راح تنظر بهذا العصيان انه هذه العملية السياسية غير شرعية، لانه رفضها الشعب العراقي بكل طوافه من كليات الجامعات ودوائر الدولة وعوائل او الشعب العراقي. فهذه العملية تصبح غير شرعية، لانه هاي عملية استفتاء وثورة ضد الفاسدين والقتلة من النظام السياسي القائم الان وبعد هذا الاحتلال. نشوف الان شهداء الثورة، عدد كبير من شهداء الثورة وصل اكثر تقريبا من 600 شهيد و17 الف جريح. هذه النتائج اللي ضحوا من اجلها الطلاب والشعب العراقي، لابد ان يكون تغيير شامل للعملية السياسية برمتها. ابو الحسن محاسبة كل المشاركين بالعملية السياسية، محاسبتهم من قبل الشعب العراقي، وإنشاء محكمة عراقية شعبية لمحاكمة الفاسدين والقتلة من السياسيين والكتل السياسية لحد 2003 ولحد الآن. شكرا لك أبو الحسن، كنت معنا من بغداد، أشكرك للتواصل معنا. السيدة مريم من الكويت، تفضل يا مريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك الصحة والعافية أستاذ محمد. الله يعافيك، شكرا جزيلا على هالبرنامج الطيب على قناة الرافدين. حياك. أحييك وأحيي طاقم البرنامج وأحيي الثوار الشجعان اللي فرضوا سيطرتهم على مقتدى وغير مقتدى والحكومة كلها. بس أنا يعني عندي نمى على علمي أنه في عملية عسكرية لقمع المتظاهرين. فأنا أحذر المتظاهرين من هذه العملية العسكرية اللي راح تنطلق من إيران لإخماد الثورة اللي بالعراق. وأنا أقول لهم استمروا وخليكم على اللي انتم فيه، على هالمقتدى اللي ضحى يعني ذبح الشعب ورئيس الحكومة، ويشيلون رئيس حكومة فاسد ويجيبون واحد ثاني فاسد. يعني شنو سوينا؟ ما سويتوا شيء. الشعب شنو حصل منكم؟ الأيتام، الأرامل، والله يقطعون القلب. يعني أنتم ما تشوفون بعيونكم؟ شنو هالإجرام هذا والقمع اللي عندكم؟ 600 شهيد دمهم يروح هباء منثورة. لا، ما يروح هباء منثورة إلا والله لألعن والدة إيران والرؤساء اللي موجودين، الخونة اللي تمشيهم إيران مثل مسامير، تروح لك تروح مني وتعال مني. ليش انت عراقي ما تكون عراقي من قلب لبلدك؟ ليش تكون خاين؟ انت خاين تفحل بالشوارع. ما في عراقي خاين، عراقي يكون شجاع، يوقف مع بلده مع شعبه، يشوف النواقص اللي موجوده في البلد. كلنا معاكم، بس انا اتكلم كلمه واحده اقول، وين الجامعه العربيه؟ وين الجامعة العربية اللي قاعدة تشوف هذا كله وما تتكلم؟ للأسف يا عرب تشوفون العراق يذبح ويقتل على مرء أو مسمع من الناس وأنتم ساكتين. نعم سيدة مريم. سيدة مريم وصلت الرسالة وأشكرك للمشاركة، كنت معنا من الكويت. نكمل قراءة الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام. يقول السلام عليكم ورحمة الله، أخي تحية لقناتكم الشريفة. يقول أستاذ محمد، ما تصير كل شارة لأنه الجماعة رجعة، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت اتذكرني. تحياتي أبو عبد الله. لا إن شاء الله أبو عبد الله، إن شاء الله يكون الموضوع بي يعني ينظر له من نظرة إيجابية أكثر. يعني نتفهم طبعا الآراء ونتقبلها بشكل عام، لكن دائما نسعى إلى نشر نظرة إيجابية، خاصة فيما يحدث الآن في العراق. هذه الثورة الغير متوقعة، هذه الانتفاضة، هذه المظاهرات الغير متوقعة من أي طرف، كان طرف مؤيد لها أو طرف معادي لها، لم يكن أحد يتوقع أن تخرج مظاهرات بهذه الشكل، بهذا الشكل، بهذه الصيغة، وبهذا الشعار المرفوع الآن. فلازم واحد يتفائل ويستمر إن شاء الله بالانتظار والصبر حتى تحقيق المطلب الرئيس. طبعا الرسالة تقول كل التوفيق، تحية حب واحترام للشعب العظيم.
رسالة أيضا من أحد الأشخاص يقول: تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق نورت أستاذ محمد. شنو الفائدة من هسه نختار رئيس وزراء؟ إيش بيكم نسيتوا المطالب؟ ما يرغم هسه لو ينزل يعني يقول لو يأتي نبي بنصها القتلة هم يعني لازم يروحون ينقلعون الكل وتصير حكومة إنقاذ، يلا يتعين واحد. هاي مطالبنا من البداية كانت، والشهداء ضحوا بنفسهم على مود هذا المطلب. للأسف ركبوا الموجة جماعة المنصات. تحياتي الثائر ريسان كشكول أبو عجيل من ذي قار. طيب أن نقول بس أنه لم يركب الموجة أحد، مستحيل. سيد أبو زينب من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم للمشاهدين الكرام. حياك الله أبو زينب. الصراحة يعني مختصر القول، نعم، يبدو أن الحكومة والأحزاب إلى الآن لم يفهموا ماذا يريد الشعب العراقي منهم. الشعب قال لهم بالكلمة الواضحة الصريحة، نعم، إنكم لا تصلحون للحكم فارحلوا. 16 سنة مرت، كل شيء ما شفنا بس والاقتتال الداخلي والجوع والاغتيالات والخطف والنصب وغيرها. نعم. كل شيء يعني تصور لحد الآن بناية واحدة ما بنوا. يعني لو تريد تقارن إقليم كردستان ببغداد المركز، إقليم كردستان يعني أصبح أشبه بدبي. نعم. بينما بغداد أصبحت وكأنما بالعشرينات خرائب. نعم. وبقية المحافظات هذول دمروا البلد. يعني هذا الشعب كله طالع بمختلف شرائحه وطبقاته ومثقفيه وغير مثقفيه والناس العموميين وغيرهم. نعم. كلمتهم واحدة، يقولون للحكومة والأحزاب لا نريد أحزابكم. وهي المشكلة، المشكلة ليست في شخص رئيس الوزراء. يذهب رئيس وزراء يأتي رئيس وزراء آخر من نفس الأحزاب والكتل. إذن ما سوينا شيء. نعم. الشعب يقولهم طلعوا دمرتوا البلد. انتوا تقولون احنا جايين من اجل الشعب. نعم، احنا الشعب رافضيكم، ما نريدكم، افهموا الرساله. بس ماذا تفعل لعين لا تستحي. نعم. ابو زينب، دعوات لمليونيه يوم غد، وكذلك دعوات لاستمرار الاضراب والعصيان المدني وتوسعه وانتشاره، برايك شنو اللي ينقص هاي الثورة حتى تكتمل من ناحية العصيان المدني والإضراب، وكذلك من ناحية المظاهرات وأعداد المتظاهرين؟ والله هي العملية أولا مستمرة بدعوات أو بغير دعوات. نعم. هاي واحد. ثانيا أنا أقترح تكون هناك قيادة منتخبة من بغداد التحرير ومن باقي المحافظات. نعم. حتى تكون لهم الصفة الرسمية أو القانونية للتفاوض مع الحكومة. لا أن تكون هكذا سودة بدون قيادات. يعني أكيد بيهم يعني هل المتظاهرين شعب. هل المتظاهرين اللي يريدون النظام يرحل ويحاسبون هالأحزاب عليهم أنه يتفاوضون ويا هالحكومة؟ يعني هل أكو منطق أصلا بهاي النقطة؟ لا، يعني يوصلون رسالتهم بالشكل الصريح. طيب. انه انتم تقدرون تمثلون الشعب، احنا الشعب نقول لكم ارحلوا ولكن بقياده من الشعب. نعم. انا هذا اللي اقصده. نعم. هم الحكومه والاحزاب مرفوضين مرفوضين. يعني ذاك اليوم حيوان من حيوانات السلطه. بلا تجاوز ابو زينب، بلا تجاوز رجاء. يقول لكم مئات يا مئات، هسه الصور مالتكم بالملايين. يقول نعم. مجرد مئات طالعين بساحة التحرير، شلون ذول مئات؟ الثلاث أربع مغزات هي بساحة التحرير. وأنا أشكركم جدا. شكرا أبو زينب، كنت معنا من النجف، معنا السيد حسين من بغداد، تفضل يا حسين. حسين؟ قد نصل مع السيد حسين من بغداد.
طيب لدينا رسالة تقول السلام عليكم. العصيان المدني والامتناع عن الدوام هو دليل الوطنية والوقوف بجانب المتظاهرين والتضامن معهم. استمروا يا أحرار العراق، والله ينصركم على كل أعداء الحرية. ندى من الدنمارك، شكرا يا ندى. رسالة تقول السلام عليكم أخويا، أنا قدمت على وزارة الدفاع وصار لي شهرين وكل شيء ماكو، والله دمرونا الله شاهد، بلكي يتناجدون بخصوص موضوع التقديم. شكرا إلى قناتكم. أخي العزيز، الموضوع أوسع وأعم وأشمل. اللي طالعين بالشوارع الآن واللي استشهد منهم الكثير واللي انجرح منهم وانصاب الكثير، هدفهم مو بس موضوع التعيينات، هدفهم ملفات كثيرة، مواضيع كثيرة أنه تتصلح بالعراق. يعني كم واحد من اللي عاطلين عن العمل موجود الآن في ساحة التظاهر؟ كم واحد منهم استشهد؟ كم واحد منهم انصاب؟ عمموا طلباتكم ومطالبكم اللي وصلت الآن في الساحات إلى إسقاط النظام. يا أخي العزيز لا تركز موضوع أنه أنت تعيينك مطلع، غيرك هواية تعيينهم مطلع، أخوتك العراقيين المتظاهرين هم تعيينهم مطلع مو وحدك. يعني أنا أستغرب أيضا، هو طبعا حقه، رجل حقه، والله يعلم شنو المعاناة اللي هو بيها وشنو المأساة، لكن الناس اللي طلعت الآن في الشوارع والساحات لم تخرج من فراغ، لم تخرج بطر على نعمة، خرجت من رحم المعاناة. فالانضمام لهم وانت في هذه الحال هو أفضل وسيلة لإيصال صوتك وكلمتك. نعم احنا منصة إعلامية إن شاء الله للجميع، لكن احنا دنوصل الصوت الأعم والأشمل اللي هو إسقاط النظام، لأن هذا طلب الشعب الآن. الشباب الشوارع يقتلون حتى يتحقق هذا الطلب. فأنا ما راح أروج لفكرة التقديم على الوظائف، لأن هذه الحكومة لو كانت صادقة لعينت آلاف الشباب العاطل عن العمل، عشرات الآلاف من العاطلين وربما أكثر هذا الرقم، أعداد كبيرة، وهم كانت تشاهدهم السلطة يوميا، تشاهدهم السلطة يوميا وهم يجلسون على الشوارع على الأرصفة يبحثون عن عمل في بلد لم يوفر لهم هذا الشيء، فخرجوا على الأعم والأشمل، رحيل هؤلاء لكي يستطيعوا أن يحصلوا على فرصة عمل. أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. المدة مال عادل زوية انتهت. طيب. المفروض اليوم ينتخبون، لازم ينتخبون رئيس وزراء. الشعب هنا المنتفضين هنا عندهم قيادة وهم منتفضين من كل الساحات. المفروض هم هنا القيادة مالتهم هنا تختار لهم رئيس وزراء حتى ينظمهم وحتى يخلص من هذول اللي قاعدين ينتخبونهم يوميا من الأوباش الموجودين عندهم والحرامية. فالمفروض يتم هذا الشيء. يعني أنا أسأل سؤال، ليش ما هم المنتفضين والمتظاهرين واللي قاعد يسهرون الليالي ودا يتقتلون وعدهم قيادة، ليش هسه ما ينتخبوا لهم رئيس الوزراء وحتى يحلون الإشكالات هاي كلها؟ ممكن جواب؟ طيب هذا الجواب أنا بصراحة، وبالعادة أنا لا أجيب على أسئلة، أنا فقط طارح للأسئلة وأنتظر من حضراتكم الجواب. لكن أنت من وجهة نظرك يا سيدة أم أزهار، يعني أطرح سؤالك عليك، أنت تعتقدين أنه هاي السلطة ممكن أنه واحد يقترح لها اسم وتوافق عليه من المتظاهرين؟ أنا أقصد في ظل الصراع اللي داير حاليا بين الأحزاب باختيار من أجل اختيار شخصية من أحزابهم، وكل من يطرح اسم حتى يأخذ المنصب. تعتقدين أنه إذا قدم المتظاهر شخص وطني مستقل لمنصب رئيس الوزراء حتوافق عليه هاي الأحزاب اللي قتلت الناس واللي شردت واللي جرحت واللي الآن تتصارع فيما بينها من أجل منصب رئاسة الوزراء؟ أنا أصور من بعد ما الأخبار، أنا متواصلة ويا أخباركم ويا أخبار دجلة، أنا افتهمت أنه هم انتخبوا لهم شخص يعني ما عنده أي حزب، ها، وهو إنسان
على أساس أنه إنسان ما منتمي لأي حزب وإنسان جدي وإنسان قوي وبكل كل كل الصفات الجيدة. طيب. وأنطوا اسمه إلى المتظاهرين. طيب. وأصور المتظاهرين وافقوا عليه. بس حتى هاي اللحظة لا يوجد هذا الكلام حتى هاي اللحظة هاي مجرد بس اللي اتهمنا انه اجى احد من امريكا غير الاسم لوزير التعليم العالي حاليا. سيدة أم أزهر، بالعراق الان الاشخاص اللي يخرجون من السلطة، هل تعتقدين ان هؤلاء، باختصار اريد الجواب لو سمحتي، هل تعتقدين انه هاي الاحزاب يمكن ان ترشح شخص يكون بالمواصفات اللي ينتظرها المتظاهر واللي حيحارب الفساد واولها الاحزاب اللي اختارته؟ يعني هل معقول انه هاي الاحزاب هتقدم مرشح يحاربها فيما بعد؟ لا لا، انا ما متاكد انه ما راح يحاربهم ولا راح ينتصر ولا اريد منهم اصلا. اذا لم يكن هذا هو طلب المتظاهرين. انا اشكرك سيده أم أزهر، وضحت الفكره. نعم، هذه الاحزاب لن تستطيع ان تقدم شخص وطني غيور على بلده يحارب الميليشيات، يحصر السلاح بيد الدوله، يقضي على الفساد، يحارب الفاسدين، مستحيل، لانه هي عايشه اصلا، هاي الاحزاب عايشه على هاي الفساد وعلى الميليشيات، واستطاعت ان تبني هذه المؤسسات، مؤسساتها الشخصيه وهذه الاموال من الميليشيات ومن الفساد ومن فراغ أمني كبير وانهيار أمني واضح في العراق. لن تقدم، مستحيل، يعني غير منطقية أصلا. سيدة أريام من الأردن، تفضلي. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. أحيي قناة الرافدين، وأنا إحنا هون في الأردن نحب قناة الرافدين نتابعها، كمان أحيي طلاب العراق بما أني أنا طالبة. نعم. وأتمنى أنهم يستمروا في هذه المظاهرات، إن شاء الله ربنا ينصركم. مشكورين. شكرا جزيلا يا أريام، كنت معنا من الأردن. في رسالة تقول، طيب قبل استكمال قراءة الرسائل ناخذ كرار من الموصل، تفضل يا كرار. السلام عليكم عيني. وعليكم السلام ورحمة الله. انحني عفيفة. حياك الله. والله بالموصل ونعزي عنا احنا البغداد بالجنوب كلهم. نعم. من الله شافي المرضى غادي. نعم. التجارة عندنا بالموصل البشر، الجيش يعتقل وصوت تجارة. والله صوت تجارة غادي البشر، نعم. نجيب 30 ورقة ونطلعك. نعم. بس يدورون وجوه وفلوس. نعم. غادي بالبشر عمي، ملينا والله طقينا. يا ما تفضلش حكومة لو فاشلة. لا حول الله. ملينا، أنا عامل شتف ما بجيب دينار ياخذوني 20 ورقة. نعم. صديت وأنا أروح يا عالم يا ناس، لقونا حالها الظلم هذا كيف عاد. نعم. أنا عامل شتف يوميتي 15,000 أمبير جاه، بعدين طرح لهم يا جماعة دايم الناس. ما عندك اشتباه الرباعي تعرف وجوه، اشتباه الثلاثي. بس يفوتون بها الناس الخلية وتلكيف وبعضها 52,000 معتقلة مع كل هاي سيارات الشون كل أصحاب عوائل شوف الأطفال دشت جن الجن نفر الجن العيلة بك ما لا يحرمها زيارات لا بنشوف بنا كل وقت. لا إله إلا الله، كان الله بالعون يا سيد كرار. الله يرحم والديكم اخويا. ان شاء الله صوتك، ان شاء الله صوتك يكون وصل للمتظاهرين. ان شاء الله صوتك يكون وصل للمتظاهرين. ندق الحديد هو وحا، والله تعبنا ونطلع اقول تعاونوا لكم. نعم. كرار، انا اشكرك سيد كرار، كنت معنا من الموصل. اصبح الموضوع تجاره في مدينه الموصل محافظه نينوى، تجاره اعتقال تعسفي طبعا بلا أوامر قانونية ولا قضائية، ومساومة ذوي المعتقل على مبلغ من المال، أو ربما خطف معتقل يعني من الميليشيات. حكومة وميليشيات تتبع هذا الأسلوب، تجارة مساومة، ادفع فلوس ابنك يطلع، ما عندك فلوس ابنك يظل بالمعتقل، الله يعلم لي وين يطلع.
وجوز يكون ضحية أنه يلبس قضية كبيرة، قضية إرهاب مثلا. مأساة مشاهدينا الكرام اللي دي يصير الآن. أنا ليش قلت أنه كرار أتمنى صوته يوصل للمتظاهرين حتى توصل معاناة الناس اللي دمرت مدنها. اللي طلع دي يتظاهر ما طلع دي يتظاهر على قضية كهرباء أو طلع دي يتظاهر على قضية ماء أو غيرها، خرج يتظاهر في سبيل العراق بشكل عام، ومن ضمن العراق المدن المدمرة الآن وأهالي المدن المدمرة الآن. المعاناة مستمرة، والآن التسليط الضوء طبعا بما أنه هو مستمر على التظاهرات وأحداثها، فأصبح هناك أيضا يمكن القول أنه مساحة من الحرية أكثر، وغياب الأضواء على هذه الميليشيات والقوات الحكومية التي تعيث في الأرض فسادا الآن في هذه المحافظات. نتمنى السلامة للجميع طبعا من المحافظات الغربية، وكذلك نتمنى الصبر منهم، وكذلك نتمنى الدعم والمساندة والاستمرار بالضغط من المتظاهرين في سبيل خلاص هؤلاء العراقيين أيضا من هذه المعاناة وهذه المأساة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود بقمانة. طبعا كانت هذه مشاهدينا الكرام لقطات من كربلاء، تظاهرة طلابية، مسيرة طلابية طبعا فيها إضراب عن الذهاب عن الدوام عن الذهاب إلى المدارس في سبيل مناصرة المتظاهرين والثورة وفي سبيل إسقاط النظام. هذه الصور واللقطات طبعا من محافظة كربلاء. معنا السيدة زينب من ذي قار، تفضل يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا محافظة الزقار يعني محافظة تعرضنا لأشد أنواع الجرائم، وعلى يد المجرم الشمري يعني. نعم. يعني اليوم سوونا محافظة منسوبة لازم حاسب أول شيء رئيس الوزراء. على هذا وقاعد قدامنا. وبساحات التحية وبساحات الاعتصام. يعني نعم. صار لنا 17 سنة ما شفنا شيء من الحجم. لا 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 وظيفه لا شيء. وبعدين مطار المتظاهرين كلها معروفه وبدون قائد، لانه يعني الوعي هو قائد المتظاهرين. نعم. وراح نسويها هذه الاعتصام الاخر يوم يطلع من عند البرلمان، ما دام هذا البرلمان الكابينه الوزاريه نسيته ما راح يقرر العراق. نعم. ما راح يصير. طبعا كل احنا وجودنا واخواننا وباهلنا راح نسوي ساحات الاعتصام. نعم. حتى آخر يوم إن شاء الله يا زينب. شكرا لك يا زينب، كنت معنا من ذي قار. معنا السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ليلة مباركة على الجميع وعلى المتظاهرين وعلى كل العراق السريع. أستاذ يعني هي شغلة العراق شغلة رئيس وزراء، أنت خذ رئيس وزراء وبس؟ لا. العراق كله كتلة ملتهدة من الدمار، والحكومة العراقية ترى قاعد ترقص على جراح المتظاهرين ومتاجرة يعني بالمتظاهرين يعني. نعم. تتصور انه الحكومة تتنازل عن امتيازاتها اللي صارها 16 سنة
انه حصلت عليه الاحزاب السياسيه والحكومات والديون وامريكا وايران تتخلى عن مبادئها وعن امتيازاتها في العراق. لا ما اصوت. ترى من الشمال الى الجنوب ترى العراق ما طول تحت سيطره امريكا وتدخلاتها في الانتخابات. احنا ما راح تقوم لنا قائمه في العراق. ليش؟ لانه ما طول احنا سيطره استعماريه. خلي الشعب العراقي يتذكر ثورة العشرين اللي طلعوا ضد الاحتلال البريطاني واستخدموا السيوف واستخدموا العصي واستخدموا المغاوير وضربوا وقتلوا. الآن إحنا عندنا دمار. إلى الآن الأسلحة البارحة أو اليوم أسلحة تصدر من الدول وما أدري شلون الدول العربية ما تشوف إنه هاي الأسلحة توصل إلى الحدود العراقية والقوات لقيتها في ام قصر هو عباره على اساس انه لعب رياضيه العفو لعب اطفال ولكنها طلعت مسدسات كانت مصاب. لهذا يشوف المسلحين ترى المسلحين اللي موجودين مع الحكومه مع الاحزاب السياسيه كلهم موزعين على المقاهي في بغداد والمحافظات تقوم بعمليه اباده للاطفال. اطفال عمرهم 15 سنه و16 سنه قاعدين بالقهاوي بالليل يجون يزيدهم والدماء مالتهم الزكيه تسكب على الارض. الى متى احنا نحن نصل الى حل؟ استاذ إيه بالاضافه الى هذا عندنا القوى التدخل اليهودي هسه في المناطق الشماليه بيقومون بعمليه البحث عن اماكن حتى لا نتوسع بالفكره. ام عبد الله انا اشكرك للمشاركه. الوقت انتهى. فيما تبقى من لحظات في هذا البرنامج نقرا سريعا الرسائل التي وردت على الواتساب. الإضراب مستمر حتى تسقط الحكومة الفاسدة. تحية إلى ثوارنا في كل أنحاء العراق صغار وكبار وأقول لهم نصمدوا والنصر قريب بعون الله. عاش العراق. نوار من هولندا. شكرا يا نوار. الرسالة لدينا رسالة تقول منتظر من كربلاء يقول السلام عليكم. عندما سيخرج عليكم عبد المهدي الكربلائي ليقول نحن نعبر عن القلق أو نحن نقف على مسافة واحدة ولا أدري من الذي طلب منه إبداء رأيه ومن الأفضل له أن لا يتكلم لأن كلامه يبعث على الشؤم وليس فيه سوى الشر كما تعودنا عليه. شكرا يا منتظر. رسالة تقول عمار العقابي يقول السلام عليكم أحيي قناتكم الرائعة أخي الكريم. ليش نتغاضى عن موضوع الميليشيات؟ هي اللي تحكم البلد والحكومة مجرد سرقة أموال الشعب. والسيد مقتدى الذي يدعي أنه قلبه على الشعب طلع متعاقد مع البنوك لتنصيب المهدي. أتمنى تقرأ الرسالة. شكرا لكم. رسالة تقول ممكن اتصال. طبعا رسالة طويلة وأعتذر لصاحبها طبعا عن عدم القدرة على قراءتها. نقرأ باختصار شديد. يقول لقد حان الوقت لكي يختار الشعب العراقي ربان سفينته لنصرة قضايا شعب أنهكه الفقر والجوع والمرض. شكرا لك. أم علي الرضا من ميسان تقول تحية وتقدير لكم. عندما نزحت العوائل من المدن التي احتلتها داعش وذاق أهلها الأمرين وضاع مستقبل كثير من الطلبة وسنين جلسوا بدون دراسة لم يكن هناك حراك بهذا الشأن. أقولها بحق الآن جلسنا في البيت مناصرة للثورة. بدأنا ندرك ما عاناه إخوتنا من جور وتهجير وضياع حقوق. الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين والشفاء للجرحى. رسالة تقول السلام عليكم أقدم تحياتي لكم. الحذر الحذر من سيطرة إيران على العراق. أم مشاري من الكويت. شكرا يا أم مشاري. رسالة تقول تحية وطنية لقناة الرافدين البطلة. مرحبا أستاذ محمد. بالنسبة للمرشح فائق الشيخ علي هذا شخص رفحاوي يستلم رواتب هو وعائلته. في أيام السقوط سرق الخزينة من محافظة النجف وهو كذا هرب إلى رفحاء وبعدها إلى لندن. أخوك صباح كريم الدليمي من نيويورك. رسالة تقول السلام عليكم إلى قناتكم الرافدين الشريفة. اليوم صديقتي ابنها في ساحة التحرير صار لعشرين يوم مخطوف. الله لا يوفق الحكومة الفاسدة اللي تخلي مثل قاسم سليمان يخطفون المتظاهرين. رسالة تقول من أم شهيد الأبنائها ووطنها فأقول هذه الكلمات بعد التحية لقناة الرافدين. ف
فيا لك من وطن بأبنائك الشجعان رفضت الموت بالذل والانكسار فجمعت قواك قواك وصلت صولة الأبطال فنادتك الجموع هيا إلى الأمام ونهضت بعزم وقوة وإيمان وأبهرت العالم بغيرة العرب الشجعان. شكرا لك. رسالة تقول: السلام عليكم أخويا، ضروري أحكي وياكم، أكو موضوع كلش مهم. طبعا كان متاح الوقت وكان بإمكانك أن ترسل الرسالة أو تتصل بنا. رسالة تقول: تحية لك ولكل متابعين قناة الرافدين الحرة. ثورة 21 لم تحقق شيء، لكن هذه الفرصة الأخيرة لهم ولمرجعيتهم. كيف لم تحقق شيء؟ حققت كثير من الأشياء ثورة تشرين ولا زالت تحقق يا بكر. شكرا لك. رسالة تقول: الشعوب تستطيع إسقاط الحكومات، لكن المشكلة تكمن في تشكيل الحكومة البديلة. إن شاء الله ما يكون هذا الموضوع صعب. رسالة تقول: أنا متابع لبرنامجكم، أنا خريج جامعة الموصل 2003، أقسم بالله العظيم عندما أشوف الوضع الآن في العراق أنا كلش متضايق أو أضايق. كثير دعواتي لكم، يبقى العراق الطيب والخير والسلام. أخوكم مهندس مشرف دراوشة. شكرا يا مشرف. رسالة تقول: السلام عليكم، أحمد من بغداد. أكو ناس جاي تقول مواليد 2000 صغار وما يسوون شيء أصلا، وهي كل الناس من 2003 لحد الآن كل الحكومة ينتخبوها وتطلع فاسدة. يعوفوها وجيل 2000 انتخب هاي السنة وطلعت الحكومة فاسدة، طلع يغيرها لأن هو شارك بتنصيب الحكومة وحسب الذنب. الجيل الوحيد اللي اعتبره جيل واعي هم جيل 2000 والسلام. طيب شكرا لك. آخر رسالة: أبو عبد الله من الديوانية يقول: حي قناة الرافدين الأصيلة والرحمة للشهداء، شهداء الثورة الأبطال والشفاء للجرحى، ونحيي الثوار الأبطال ويخسأ الخاسئون. شكرا لجميع المشاركين عبر الاتصال والمشاركين عبر الواتساب والمشاهدين الكرام لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.